يلا حيه مرحبا ألف بنضبط إن شاء الله اللي هي عجينة كذا عشان نسوي خبزة بمشيئة الله. سويت شوية مقادير كذا إن شاء الله أنها تعجبكم بمشيئة الله. فإيش اللي بنسويها؟ أول شيء في الخبزة اللي بنضبطها عندنا في الفرن في خبازة على الجمر بكيفكم، هذا شيء راجع لكم. لكن بنسوي العجينة. أول حاجة عندنا خميرة، إذا تحبون تضيفون الخميرة وأنا أفضلها دائما، مع ملعقة أو نص ملعقة من الملح. عندي كوبين من الموية، ها نضيف الموية. يا سلام، حلو. ناخذ نحرك الموية كذا مع الخميرة والملح مرة واحدة، ولا أحد يقول ملح خميرة ما أدري إيش، لا لا تمشي الأمور. حلو حلو، ونبدأ نعجن وبكتب لكم المكونات إن شاء الله. نضيف أول كوب، وعلى مهلك يا عسل وأبدأ أعجن. بسم الله، هذا أول كوب نزلنا، ضفنا الكوب الثاني، باقي عندنا اللي هو الكوب الثالث. نقول بسم الله ونبدأ نحرك. شوف يا سلام، باقي في إمكانية نزيد نزيد، وبتنعجن معنا إن شاء الله أحلى عجينة. ناخذ العجين كامل مع بعض ونبدأ نحرك، وبسم الله ويلا ونحرك ونلملم العجين مع بعضه من الجوانب. ها لملم العجين مع بعضه، تقول بيتكتل بيطلع فيه قطع عجين صغيرة، لا تخاف، أنا هادي في العجن جدا عادي، وبيروح التكتل هذا مع الاستمرار. طيب نقول بسم الله نبدأ نعجن. يا السلام، شوف ها 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 راح التكتل. يا السلام، حلو حلو، خذنا كل العجين، خذ العجين كامل مع بعض وعجن. ها تاخذ وبالطريقة هذه. يا سلام، حلو حلو حلو، لبلب العجين، تأكد ان ما في تكتلات، ما في حاجة كذا، تطلع عجينتك تستمر في العجن. ترى انا بروس اصابعي والله قاعد اعجن، يعني حتى اذا بس امسك بيدي، لكن اذا عدت اعجن يعني احرك العجين مع بعض بروس اصابعي. ها بريك، ما جدا جميل. خلاص كذا انا اشوف ان العجينة مضبوطة وعلى اخر استوى زي ما يقولون في العجن. جمعها، لملمها لملمها، خليها هنا في النص مع بعض. يا سلام عليك، هذا هو القوام اللي ابغاه في العجينة مبدئيا. طيب ايش اللي راح نسوي؟ بغير الطاسة اللي عجنت فيها انا، فحس اني شبت انا في موضوع العجينة. نطلع العجينة اول شيء، هذا هو عجين طلعناه، عشان هذه بغسلها. تعالي هنا الله يسعدك، خلصنا. كيس، كيس عادي والله، كيس عادي، موضوع ما يحتاج لا فوطة غرقانة ولا شيء، كيس. وإذا عندك فرن كهربائي خله في الفرن الكهربائي يكون أحسن. حس إن اليوم محبوس، أنا عندي ضيف جاي إن شاء الله، فعجلني كذا إن شاء الله ضبطها. كذا إحنا جاهزين وعجينتنا متخمرة وجاهزة، خلونا نشوف. نقول بسم الله، هذا أنا أحب الحركات. يا سلام على الخيوط، يا سلام على الشغل، هذه معناته الخميرة نجحت 100%. الله، طلعها، شو كيف جميل، طلع هذه خليها هنا ونقول بسم الله. طبعا زيت في يدك أو أي حاجة أو موية عادي، لكن أنا عندي هنا قصة نجاح وقصة كفاح. زيت منكه بالسمن البري، بس المنتج هذا إن شاء الله يوصل لكل بيت بمشيئة الله، بس مو الحين، باقي تحت التجربة. نعطي بخة كذا في اليد، بسم الله. ليش؟ عشان منكه بيش السمن البري، رائحة السمن البري فيه. نقول بسم الله عشان تأخذها مع العجينة. نلملم العجينة أول حاجة بنفس الزيت اللي احنا مخناه على يدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح خبازتنا ونضيف العجينة ونمددها بالطريقة اللي احنا نبغاها. طبعا فأنا نمددها، أقول بسم الله. يا سلام، شغلها بس عشان تحمى على طول كذا. حلو، فصخ ذي القلفزات، اذا عندك حبة بركة يفضل، هذه حبة بركة، وبرضو بعطيها شوية من البخة الجميلة هذه اللي هي قلنا لكم برائحة السمن البلدي. بخة بخة واحدتين كذا كفاية، بنغطيها ترى 8 إلى 10 دقائق واحنا منتهي. خلصنا خبزة، توكلنا كذا، خلصنا من احلى خبزة لنا، وبنشوف نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، احلى معرق واحلى خبزة على كيف كيف. نقفل هذا، تجيبه هنا، نقول بسم الله. يا سلام، بالعافية بالعافية بالعافية